إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا هذا البيان العاجل حيث تنعى جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد بذلك الأمة العربية والإسلامية زعيما عظيما من طراز فريد بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها. إن جمهورية مصر العربية لتستذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية للأمير الصباح وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة في الوجدان وستبقيه نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء. إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعى لمصر وللأمتين العربية والإسلامية أخا وصديقا عزيزا ليعرب باسمه وباسم مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي الشقيق وإلى أسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار وللدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.